طيب تعالوا نروح لتقرير تاني. نجح قطاع مكافحة المخدرات في إبادة أكثر من 5 أفدنة مزروعة بالنباتات المخدرة جنوب سيناء. تعالوا نشوف التقرير. الحملة التي يشنها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والوطني وبالاشتراك مع القطاعات المعنية بالقوات المسلحة ما زالت مستمرة على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء. وقد تم استهداف منطقة وادي المعين بأبو زنيمة حيث تم ضبط 6 مزارع بمساحة 5 أفدنة لنبات البنجو المخدر. ومع مواصلة الحملة لجهودها نجحت في ضبط 3 مخازن بداخلها كميات من مخدر البنجو الجاف وبذور نبات الخشخاش تقدر بأكثر من 2300 كيلوغرام من البنجو الجاف. وبذور الخشخاش تم حرقها والتخلص منها، كما تم ضبط غرفة معدة ومهيئة لتحويل نبات البنجو إلى مخدر الحشيش بها المعدات والأدوات التي تستخدم في عملية التحويل، كما تم ضبط 700 كيلوغرام من مسحوق البنجو الجاف معدة لتصنيع مخدر الحشيش. مجهود كبير من يعني وزارة الداخلية تحديدا من قطاع مكافحة المخدرات، بنشكركم عليه لأنه تدمير لعقول البشر، تدمير لعقول مجتمع المفروض ان احنا بنبني. انا مش عارفة الناس دي عايشة ازاي. طيب